يوفر كاليبرين زد حلاً فعالاً للتحكم في التحديات المرضية التي تنتج عن السموم البكتيرية والفطرية. تقوم جزيئات كاليبرين زد النشطة بتقليل السموم الحيوية في القناة الهضمية والتي بدورها تدمر البيئة المعوية. تنتج البكتيريا سموماً حيوية قوية في الأمعاء، وتقوم العترات البكتيرية ذات الضراوة بإفراز سموم بروتينية أثناء نموها السريع وتمثيلها الغذائي، كما يتم خروج السموم شبيهة الدهون من جدار البكتيريا عند موتها، سواء نتيجة المناعة أو استخدام المضادات الحيوية. تعتبر السموم الحيوية كتلك التي تفرزها بكتيريا كلوستريديوم بيرفنجنز أشد سمية للحيوان بمقدار 100,000 مرة إذا ما قورنت بالسموم الفطرية. ومن هنا تأتي أهمية استخدام كاليبرين زد، والذي يستهدف السموم البكتيرية والفطرية، وبالتالي يحسن من الكفاءة الإنتاجية وصحة الحيوان. يتم تنشيط كاليبرين زد باستخدام طرق حصرية ينتج عنها تكون ملايين من أماكن الالتصاق للسموم على سطح وداخل المعدن، وتقوم عملية التنشيط بتحسين تركيب المعدن لكي يتمكن من التخلص من مجال أوسع من السموم الحيوية في البيئة المعوية. ينتج التركيب المسامي للمعدن نظاماً يشبه الأنابيب الشعرية، والذي يقوم بسحب السموم داخل هيكلها، مما يتيح للسم العثور على مكان مناسب يمكنه الالتصاق به. فالسموم الأصغر تذهب إلى المسام الرفيعة للمعدن، بينما السموم الأكبر سيكون التصاقها بالأماكن الطرفية. تعجل عملية التنشيط من ارتباط الهيدروجين والربط الكهربائي مع جزيئات السموم البروتينية والدهنية، وبالتالي تمنع امتصاصها داخل الجسم. وقد أثبت كاليبرين زد في 60 دراسة إكلينيكية نجاحه في التقليل من آثار مجال واسع من السموم البكتيرية والفطرية والتي تسبب المرض. إن لكاليبرين زد الريادة في تحسين التحكم في مجال واسع من السموم الحيوية. إن كاليبرين زد يمكن الحيوان من أن يصل لقمة الكفاءة الإنتاجية وتحسين دخلكم من خلال حمايته لسلامة وصحة وظائف البيئة المعوية.